ينضم الينا الان مدير البلح مراسل العربي عبد الله مقداد. عبد الله اهلا بك، ارصد لنا الاوضاع الميدانيه وكذلك الانسانيه. صباح الخير سونيا، حتى هذه اللحظة تستعد الجماهير وتستعد يسعد الفلسطينيون لتشييع كوكب من شهدائهم الذين سقطوا خلال الساعات الماضية في سلسلة غارات استهدفت منطقة رفح وأيضا منطقة دير البلح وسط القطاع. في دير البلح أغارت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منزل سكني أسفر عن استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة العشرات، ولا زالت حتى هذه اللحظة طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا زالت تعمل في تلك المنطقة لانتشال المزيد من العالقين تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. في مدينة خان يونس يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية التي بدأها قبل نحو يومين في منطقة مجمع ناصر الطبي وأيضا في مقر جمعية الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في غرب خان يونس. حتى الآن أصوات الانفجارات تسمع وأصوات القصف يسمع من حين لآخر في هذه المناطق بالتوازي مع استمرار عمليات إطلاق النار باتجاه منازل وممتلكات المواطنين. في مدينة غزة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي، حتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال تتواجد في تلك المنطقة بشكل موسع، ينتشر الجنود الإسرائيليون في الأحياء القريبة من مجمع الشفاء الطبي. هناك عمل تجريف، جرت عملية تدمير لمنازل المواطنين جرت في هذه المناطق وفي منطقة مجمع الشفاء الطبي. قوات الاحتلال لا زالت تنادي على عدد من المواطنين في داخل إحدى المباني في داخل مجمع الشفاء الطبي بضرورة الخروج وتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت، وبالتوازي مع ذلك أيضا تقوم بعملية استهداف لهذا المبنى في داخل مجمع الشفاء الطبي للضغط على المحاصرين بالخروج والاستسلام من داخل هذا المبنى. الصورة بشكل عام هي صورة التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمرة ومتواصلة منذ أيام، ولا زالت تأخذ أشكالا مختلفة في ظل استمرار التهديدات بتوسيع العمليات العسكرية وفي ظل أيضا ازدياد وتيرة القصف المدفعي ووتيرة عملية التوغل والتوسع في التوغل داخل المدن في داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل العربي، كنت معنا من دير البلح.